No, it's an hour earlier in Cairo. Maybe a little bit fashionably late, but we're going to be there, and it's going to be epic. And then everybody grab your bags. Yep. Let's go fast. Thank you. That's actually perfect. Yeah. Woo! You got this. Thank you so much. Welcome. تفاصيل حفل زفاف اسطوري لملياردير وعارضة ازياء شهيرة على سفح الاهرامات في محافظة الجيزة. اهلا بكم متابعين الكرام في حلقة جديدة مع سيف ترند. اقيم بمنطقة الاهرامات حفل زفاف كبير جدا لملياردير امريكي من اصل هندي اسمه انكور جين على عارضة الازياء الامريكية اريكا هاموند. ووسائل الاعلام المصرية قالت ان مراسم حفل الزفاف دي استمرت حوالي 4 ايام في العديد من المناطق الأثرية في محافظة القاهرة والجيزة. وأنكور جين هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيليت ريوردس، وكمان مؤسس برنامج كايروس الأول من نوعه اللي بيسمح للمستأجرين بكسب نقاط على الإيجار وبناء طريقة نحو ملكية المنازل. أما زوجته إيريكا هاموند فهي عارضة أزياء ومدربة لياقة بدنية، وكانت بتشتغل أو كانت من ضمن نجوم المصارعة الحرة في الولايات المتحدة الأمريكية. واللي كشف الموضوع ده هو عالم الأثار المصري زاهي حواس وزير الأثار السابق. قال إن تفاصيل حفل الزفاف جين وهاموند كانت قدام الأهرامات، وقال إن هو صديقي ودعوته لإقامة حفل زفافه في مصر، والحفل الزفاف ده استمر حوالي 4 أيام وعزم 150 شخص من رجال الأعمال، كان ما بينهم مطربين ومشاهير، وكان حفل الزفاف ده أشبه بالمهرجان المصري على أعلى مستوى. وكمان قال أول يوم كان في قصر محمد علي باشا، وتاني يوم أقام حفل ضخم جدا بالمتحف المصري الكبير، واليوم الثالث نظم حفل مكان حفلات الصوت والضوء، وهو المكان اللي عمل فيه عقد الزفاف. وبعد كده انتقل الحفلة لمنطقة البانوراما في الهرم، وفي اليوم الرابع بدأ يعملوا الحفلة في جزيرة أبو الدهب. وده كان موضوع حلقتنا النهاردة بخصوص حفل